بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أرحب بفضيلته في مطلع هذه الحلقة، فحياه الله. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، لا يزال الحديث موصولا حول ما كنا بالأمس قد تطرقنا إليه من مسائل الحيض، وهذه امرأة تقول: أجبرني زوجي على الإفطار خشية على الحمل حيث كنت حاملا، مع أني على معرفة بنفسي بأنني قادرة على الصوم، فماذا علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأصل وجوب الصيام في رمضان على الحامل وعلى غيرها، وإذا يعني حصل تردد هل الصيام يضر بالحمل أو لا يضر، فالواجب الرجوع إلى الأطباء وسؤال الأطباء، فإذا قرروا أن الصيام يضر الحمل فإنها تفطر وتقضي من أيام أخرى. وأما أنه يبقى الأمر ملتبسا و يحصل في ذلك تردد بين الزوج والزوجة حول الإفطار لأجل الحمل، فهذا أمر من الأهمية بمكان، يجب الرجوع إلى أهل الخبرة وهم الأطباء، فإن قالوا إن الصيام لا يضر الحمل فإنها تصوم، وإن قالوا إنه يضر الحمل فإنها تفطر إبقاء على جنينها. نعم. أيقال هذا أيضا بالنسبة للمرض بأن أهل الخبرة هم الذين يحكمون بهذا، أم أن الإنسان إذا وجد من نفسه ضعفا ورأى يعني أنه يلزمه أن يفطر أفطر في هذا؟ لا، الإفطار من أجل المرض لا يحتاج إلى طبيب. الإنسان إذا أحس من نفسه بالضعف عدم القدرة على الصوم فإنه يفطر. وأما قضية الطبيب، فإذا قرر الطبيب أيضا أن هذا المريض لو صام يتضرر فإنه أيضا يفطر، فيفطر بأحد أمرين: إما بإحساسه هو بالألم وإحساسه بالضعف، وإما بإشارة الطبيب إلى أن هذا الصيام يضره فيفطر بكلا السببين. نعم. بارك الله فيكم. هذا أيضا يقول: قدمنا من سفر وكنا مفطرين، وكان وصولنا بعد صلاة العصر، فهل نكمل الفطر أم نصوم أم ماذا علينا؟ ما إذا قدم المسافر في أثناء اليوم من رمضان فإنه يمسك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان، وكذلك الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم فإنها تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم، وكذلك الصبي إذا بلغ في أثناء الحول في أثناء اليوم فإنه يمسك بقية اليوم. ولهذا يقول الفقهاء: ومن صار في أثناء النهار أهلا لوجوب الصيام وجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للوقت، ثم يقضي بدل هذا اليوم بعد رمضان. يقول أحدهم أنه واقع زوجته في نهاية هذا اليوم بعد ما وصل، فماذا عليه؟ إذا واقع زوجته، فقد ذكر الفقهاء أن من لزمه الإمساك وجامع فإنه يكون عليه الكفارة، كفارة الجماع، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. لو حدث أن بدأ بمقدمات الجماع من تقبيل نحوه، هل يلزم الشيء؟ إذا باشر أو قبل وأنزل منيا فإنه يبطل صيامه، عليه القضاء وليس عليه كفارة. نعم. بارك الله فيكم.
لعلنا ننتقل إلى موضوع أيضا من المواضيع التي لها علاقة بالصوم، حيث يوقت البعض من المسلمين الزكاة في هذا الشهر المبارك، وقد يلتزمون هذا الأمر سعيا لطلب فضيلة إخراج الزكاة في هذا الشهر الفضيل. أولا، التزام دفع الزكاة في هذا الشهر حكمه فضيلة الشيخ تقديما أو كونه يعني مضى عليه الحول؟ أما إذا تم الحول قبل رمضان فإنه يجب عليه إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان، لأن هذا يفوت على الفقراء حقهم. قد يكون حاجة الفقير موجودة قبل رمضان، فلماذا يؤخر سد حاجته إلى رمضان ويبقى في عوزه وفقره إلى أن يأتي رمضان؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أن ذمته مشغولة بهذا الواجب وهو إخراج الزكاة، فيجب عليه إبراء ذمته في الحال. وناحية ثالثة أن الله أمر بإيتاء الزكاة، قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، والأمر يقتضي الفورية عند جمهور الأصوليين، الأمر يقتضي الفورية، فلهذه الوجوه فإنه يخرج الزكاة في وقتها، إلا إذا كان في رمضان هناك أشد حاجة، هناك فقراء في رمضان أشد حاجة من الفقراء الذين هم قبل رمضان، فيجوز تأخيرها لشدة فقر أو شدة حاجة. أما لأجل الفضيلة فإن الفضيلة في إخراجها عند وجوبها، الفضيلة في إخراجها عند وجوبها. وإذا أراد أنه يتصدق في رمضان ويحصل على أجر الصدقة فعنده باب الصدقة التطوع، صدقة التطوع والتبرعات. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا تقول: هل يجب في الحلي الذي تلبسه ولو بشكل متقطع هل يجب فيه زكاة؟ هذه مسألة خلافية، قضية الحلي الذي يلبس، فجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، نظرا لأنه لم يعد للنماء والزيادة، وإنما أعد للاستعمال، فهو كالملابس والمساكن والمراكب وما أعد للاستعمال فلا زكاة فيه، ولما في ذلك من الحرج على النساء حيث يؤمرن بإخراج زكاته كل سنة، لا شك أنه سينفد في النهاية، ولا سيما إذا كانت المرأة فقيرة ليس عندها ما تزكي، فهي إما أن تحرم من لبس الحلي وإما أن تلزم بإخراج الزكاة كل سنة وهي فقيرة. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وفيه اليسر والسهولة والحمد لله، بينما يرى بعض العلماء المحققين أنه يجب تزكية الحلي المعد للاستعمال. هذا رأي رأوه، ولهم أدلة استدلوا بها. وعلى كل حال، من أراد الاحتياط فإنه يزكي الحلي، من أراد الاحتياط والخروج من الخلاف فإنه يزكي الحلي المعد للاستعمال. أما الوجوب فلا نرى أنه يجب وأنه فرض، وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم. تقول هذا أيضا: هل يزكي عني زوجي من ماله، علما بأنه هو الذي أعطاني المال الذي أريد أن أزكيه؟ نعم، يجوز أن يدفع الزكاة غير من وجبت عليه، يجوز أن يدفع الزكاة غير من وجبت عليه، لكن لابد من إذنه، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، فإذا أذن له أن يزكي عنه جاز ذلك والحمد لله، لأن هذا تدخله النيابة، العبادات المالية تدخلها النيابة. نعم. ربما أنها تقصد هنا يا شيخ أنه يدفع من ماله هو زكاة عنها، عن مالها، وهذا المقصود. نعم، بارك الله فيكم. تقول أيضا: عندي ذهب مستعمل وبعته ب3000 ريال، علما بأني لم أزكه وأود الاحتياط في هذا. فما تقول؟ أود الاحتياط. تقول: عندي ذهب مستعمل فبعته ب3000 ريال علما بأني لم أزكيه،
وأود أن أزكيه احتياطا، فماذا يلزمني؟ إذا بقيت قيمة الحلي عندها إلى تمام الحول فإنها تزكي القيمة، لأن تخرج منها ربع العشر. أما إن كان قصدها أن الحلي الذي باعته قد مضى عليه حول وهي لم تزكيه وهو يبلغ النصاب وتريد أن تزكيه بناء على قول من يرى وجوب الزكاة في الحلي من أهل العلم، فإنها تزكيه بالتقدير، تزكيه بالتقدير، تحسب ربع العشر من هذا الحلي وتخرج ما يقابله من النقود. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيها الأخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء الذي كان مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما بين ووضح. أشكر لكم استماعكم مستمعي الكرام، إلى أن نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.